بعد نجاح عملية الانتخابات في المرحلة الأولى والشعب المصري قال ده حق واجب عليه إنه يشارك في انتخابات مجلس الشعب، النهاردة بيكمل المسيرة ونزل في إعادة المرحلة الأولى. كاميرا نهارك سعيد نزلت تتابع سير العملية الانتخابية في منطقة الزمالك. احنا لجنة شعبية من اهالي زمالك، الاسبوع اللي فات كنا موجودين، احنا كنا هنا في الاستفتاء وكان زحمة قوي، فقررنا في الانتخابات ان احنا ننزل. الاسبوع اللي فات ما كناش متوقعين حوالي 10,000 نفر ييجوا، وكان زحمة وما كانش عندنا ناس كفاية. فالاسبوع ده قررنا ان احنا نجيب متطوعين اكتر، وكلنا لابسين نفس الجاكيت، وعملنا يوفت بارقام اللجان قسمناها، استخدمنا 3 مداخل الزمالك، وال مرور الزمالك كمان ساعدنا، حطوا حديد ان يوقفوا العربيات من انها تخش. المره دي هنا في نظام اكتر عن المره اللي فاتت، وما خدتش وقت، ممكن يكون عشان عدد قليل، الله اعلم، مش عارف الناس كلها ما جاتش، مش عارف. بس النهارده يختلف تماما عن المره اللي فاتت. المره اللي فاتت جيت 7:30 او 8 تقريبا، مشيت الساعه 3:30 او 4. ما فيش اختلاف كتير، هي منظمه ومرتبه وكل واحد عارف يخش لجنته ازاي، وما فيش اي مشاكل يعني قابلتنا. المره دي افضل، واحتمال علشان كده في يعني احنا مش يعني انا مش حاسه ان هو اقبال ضعيف، لاني عارفه ان كل الناس هينتخبوا تاني، بس احتمال يكونوا نظموها اكتر. بالنسبه للنقابات، لا، المنظر مش عارفه ليه دلوقتي الموضوع بقى يعني مركزين علينا قوي. ساعات بس مش هنا طبعا، لكن اوريدي بره ساعات بسمع تعليقات مش لذيذه، فده الواحد متضايقه، لان احنا الموضوع وسط جدا ما فيهوش اي حاجه. وانا بالنسبه لي انا اتمنى ان كله يبقى يعني وسط، انا لا عايزه حد الموضوع يبقى بالنسبه له يعني بيقولوا ايه اكستريم، ولا ان هم يتشددوا. احنا محتاجين نقله، ومحتاجين ان احنا نتصالح مع نفسنا كلنا، فنفسنا ان الموضوع يبقى فيه حسن نيه، وما يبقاش ان احنا متشائمين، لان احنا ان شاء الله باذن الله كلنا عايزين حاجه واحده، عايزين ننهض بمصر بقى. كفايانا خناقات وكفايانا مشاكل.